8 هوس الشراء او ادمان التسوق. فاوقات كتير قوي بنقعد نشتري حاجات كتير وساعات كتير قوي ما بنستخدمش معظمها. النهارده هنتكلم عن اكتر حاجات احنا بنصرف عليها فلوسنا وساعات كتير ما بنستخدمهاش، وفي نفس الوقت برضو هنتكلم عن اكتر حاجات بنشتريها وضميرنا بيبقى مسترخي. الاكل طبعا، هو الاكل، الاكل، هدوم كده بس. لبس يعني مثلا في الهدوم، ببقى عندي هدوم جديده ولسه جايباها وبتاع فما بتعجبنيش تمام، فاروح بشوفها دايما في المحل وكده بتعجبني فاقول خلاص هجيبها، ومع ان انا عندي منها كتير بس بجيبها وكده لان انا ببقى عايزه هدوم كتير. اول ما اجي البسها اقول ايه ده، لا مش عايزه، ايه ده شكلها وحش، مش عارف ايه دي، حاجات انا بضيع عليها فلوس كتير يعني. المانيكير مثلا، واي حاجات، معظم حاجات البرودكتس بتاعت التجميل وكده. ممكن الاكل، انا متعود اجيب اكل كتير وكده مكملوش. ممكن اللبس بيصغر عليا وكده يعني. الميك اب برضه هو اكتر حاجه بجيبها وفي الاخر بحطها عندي، اللي هو بستريح كده ضميري بيرتاح لما بشوفها موجوده عندي في الدولاب، هو بس كده. الميك اب يعني انا في حاجات بجيبها وصلاحيتي بتنتهي وما برميه ما استخدمهوش. حاجه انت بتشتريها وانت ضميرك مستريح. الميك اب. الميك اب ممكن يعني اصرف كل فلوسي عليه وعادي يعني فاضي. اللبس وحاجات المذاكره والاكل. هو بصي، واحنا بندخل محل الاكل نبعزق فلوسنا، اروح اتهزق بقى. هو بقى انا كده كده ضميري بيرتاح برضه، وانا لما بصرف فلوسي كلها على الاكل برضه ضميري بيرتاح. الاكل طبعا حلو قوي، اكتر حاجه بحبها.